فليفل يعني، والموسم يعني وسط السنة صار في عنا أمراض بالفليفلة إيه، ونتيجة هالأمراض يعني الموسم خف يعني. بالنسبة للأسعار يعني 5-5.5 بيستعملوها للدبس، للدبس المحمرات وهيك يعني، والمقدوس. نستأجرها من صاحبها واحنا بنزرعها على حسابنا. والله احيانا مثلا طالع خارجيه بتوفي، احيانا بتطلع خسراني وانا اولادي وبنشتغل بالارض وبنخدمها. هلا جبنا الفليفله بعد ما حشناها هون على الطريق مشان نبيعها على الطريق، هون طريق الباسوطه ريف ادلب الشمالي، وان شاء الله ان الله يجبرها عنا.